السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة خمسة؟ أنا دكتور تامر طبعا. النهاردة هتكلم معاكم ولأول مرة عن طريق الفيديو. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وبسلامة، ويا رب كلكم تبقوا كويسين وحالتكم الصحية كويسة، ومصر تعدي من الأزمة اللي احنا فيها دي على خير. إن شاء الله يعني هحاول أبسط الأمور معاكم بحيث إن انتوا تبقوا فاهمين كويس جدا الأجزاء اللي أنا هدرسها. دلوقتي أنا هتكلم على البايو أيزوستيرز إن دراج ديزاين. البايو أيزوستيرز ببساطة هي إيه الأشياء اللي موجودة في الاستراكشر من المويتيز أو الفانكشنال جروبس اللي عاملة مشكلة في الجسم، رغم ان المركب جايب بيولوجيكال اكتيفيتي بس ليها بعض المشاكل، فممكن نشيل الفانكشنال جروب دي ونحط مكانها فانكشنال جروب تانية او مويتز تانية بحيث ان هي تدينا نفس الافكت ونتغلب على بعض المشاكل. يعني بعض الادوية مثلا بيبقى الدواء بتاعنا بيبقى قادر يمسك على الريسبتور بس الميتابوليزم بتاعه سريع جدا او بطيء جدا نتيجة وجود فانكشنال جروب معينة، فنشيلها ونحط الايزوستير بتاعها فنتغلب على المشكلة دي. بعض الأدوية التانية بتكون مثلا عندها مشكلة في الابزوربشن، ما بيمتصش نتيجة مثلا عنده هيدروفيليك مويتي، فنقدر نشيل الهيدروفيليك مويتي دي ونحط مكانها مور لايبوفيليك مويتي، ولكن تقدر تخش برضو على الريسبتور وتتفاعل بنفس الطريقة اللي كانت الفانكشن جروب الأولانية دي بتتفاعل معاها. ببساطة البايو ايزوستيرز are atoms or groups which can be interchanged while retaining the same biological activity. الغرض الأساسي أنا بغيرهم بهدف أن أنا أحافظ على البيولوجيكال activity. These are normally used to replace functional group important for target binding but in other ways problematic. يعني عندها مشاكل بس هي بتجيب البيولوجيكال activity بس فيها ليها مشاكل. البايو ايزوستيرز نوعين، يا اما كلاسيكال او نون كلاسيكال ايزوستيرز. الكلاسيكال ايزوستيرز are atoms or group of atoms that have the same number of electrons in the outer shell. يعني هنروح نشوف البريودك تيبل ونشوف الدنيا دي فيها ايه. And thus have similar physical and or physical properties. يبقى هي atoms عندها the same electrons في ال outer shell، وبالتالي عندها تشابه كبير في الفيزيك في الخصائص الفيزيائيه والكيميائيه، ولكن ده مش بالضروره ان ده يخليها يبقى عندها نفس البيولوجيكال اكتيفيتي. النون كلاسيكال بقى ايزوستيرز ما بينطبقش عليها الكلام ده، ودول غالبا بيبقى مجموعات بنقدر نغيرهم مع بعض وبيدونا نفس البيولوجيكال اكتيفيتي، وغالبا دول مجموعات يعني مش اكسبكتد بنبقى عارف يعني ما تقدرش تجيبهم من جدول معين، لكن هي مجموعات محفوظه يعني احنا بنضطر نحفظ النون كلاسيكال ايزوستير دي، وانتوا اتعودتوا معايا في سيوتيكال 1 و2 و3 على كتير منهم، وهنشوف بعض الاكزامبلز دلوقتي. لما نيجي نبص على كلاسيكال ايزوستيرز اول حاجه نبتدي نفكر فيها هي البريودك تيبل اللي كلنا عارفينه. هنبص كده هنلاقي مثلا ان الاتومز اللي في نفس الكولم ممكن نغيرهم مع بعض، يعني مثلا الليثيوم الهيدروجين ممكن نشيلها ونحط مكانها ليثيوم، ممكن نشيلها ونحط مكانها صوديوم او بوتاسيوم. الكالسيوم والمغنيسيوم ممكن بنبدلهم مع بعض وقت اللزوم. مثلا الفلور والكلور والبروم واليود برضو دول يعني نقدر نبدلهم مع بعض. الاكسجين والسلفر واحنا دايما متعودين على كده، والنيتروجين والفوسفورس. ودايما انا كنت اقول لكم ان هنا يعني ايه الكربون نقدر نبدلها بالنيتروجين ونقدر نبدلها بالاكسجين، نقدر يعني نبدلهم مع بعض، وكمان كنا بنضيف عليهم سلفر لان في قاعده ثانيه غير كده. السودو ايزوستيرز according to Grimm's hybrid displacement law، ده الجدول اللي بيوضحهم. ببساطة شديدة
احنا كنا بنقول مع بعض قبل كده ان الكربون هي ايزوستير للنيتروجين، هي ايزوستير للاكسجين، هي ايزوستير لحاجات تانية، بس هما دول اكتر حاجة مشهورة، ومعهم طبعا السلفر. طيب الكربون كانت بتمسك بكام بوند؟ باربعة بوند. حلو. النيتروجين بتمسك بكام بوند؟ تلاتة بوند. حلو قوي. طب انا لو حبيت اشيل ال N واحط مكانها C، عشان ال C اللي انا هحطها دي تفضل ماسكه بالتلاتة بوند اللي كانت النيتروجين بتمسك فيها، يبقى لازم انا احط معاها هيدروجين، يبقى هنا يبقى CH، عشان اقدر، انتوا عارفين طبعا الكربونه بتمسك باربعة بوند، فانا نزلت هنا CH، يبقى ناقصها ايه؟ تلاتة بوند زيها زي النيتروجين اللي فوقيها. طيب الاكسجين بتمسك بكام بوند؟ باتنين بوند. طب لو حبيت اشيل الاكسجين واحط مكانها نيتروجينا، النيتروجين بتمسك بثلاثة بوند، عشان يفضل عندها اتنين بوند يبقى لازم احط معاها ايه؟ هيدروجين، يبقى كده الثلاثه كاملين. طيب السي لو حبيت اجيب المكان الاكسجين كربون، طيب اصلا الاكسجين ماسكه في اتنين فانكشنال جروب في المركب، طب انا عشان احط مكانها كربون يبقى لازم احط مكانها سي اتش 2. ليه؟ لان الكربونه بتمسك باربعه بوند، يبقى هشيل هحط سي اتش 2 وازود هنا البوند بتاعت الاكسجين اللي كانت موجوده فوق والبوند الثانيه. طيب الفلور ممكن اشيلها واحط مكانها اكسجين اللي هي الاو اتش او الان اتش 2 او سي اتش 3 وهكذا. ده جدول بقى ايه اكثر ايضاحا، عملنا فيه يعني مزج ما بين النظريتين اللي فاتوا دول. احنا كنا بنقول ان الكربون والنيتروجين والاكسجين والفلور دول ايزوستير لبعض، صح؟ ومن البريودك تيبل كنا شفنا ان الاكسجين والسلفر والنيتروجين والفوسفورس والحاجات دي، يعني كنا بنقول ان الاتومز اللي في السي ان كولن. طيب ناخد بقى ايه النظريه اللي فاتت على طول ونزود عليها، يعني لو انا حبيت احط النيتروجين مكانها كربونه، طب النيتروجين بتمسك بكام بوند؟ بثلاثة بوند، يبقى انا هحط هنا سي اتش. الاكسجين الايزوستير بتاعها هو السلفر، طب انا لو حبيت اشيل هما الاثنين بيمسكوا باتنين بوند وحطيت احب مكانهم احط مكانهم ان اتش، يبقى انا هنا ايه ده ايزوستير، او احط مكانهم سي اتش 2. يبقى الكربون والسيلينيوم اقدر ابدلهم مع بعض، النيتروجين والفوسفورس والسي اتش اقدر ابدلهم مع بعض، الاكسجين والسلفر والان اتش والسي اتش 2 اقدر ابدلهم مع بعض، والكلور والفلور ونقدر نبدلهم ونحط مكانهم كده. ببساطه شديده الكلام ده احنا متعودين عليه قبل كده. الكلاسيكال ايزوستيرز ار ديفايدد اكوردنج تو ذا نمبر اوف بوندز زي ار انفولفد انتو، يا اما مونوفالنت يا اما داي فالنت يا اما تراي فالنت يا اما رينج ايكويفالنت. المونوفالنت يعني بيمسكوا بوند واحده، زي مين؟ زي سي ال وزي الاو اتش وزي الان اتش 2 وزي سي اتش 3. والداي فالنت اللي هم اللي بيمسكوا باثنين بوند زي الاس والاو والان اتش والسي اتش 2. والتراي فالنت هي الاتومز اور جروبز اللي بتمسك ايه؟ بثلاثه بوند زي الفوسفورس والنيتروجين والسي اتش. طيب ايه الرينج ايكويفالنت دي؟ طيب ما يعني عندنا حلقه البنزين والحلقه البايريدين والحلقه دي اللي فيها سلفر، هم ايزوستير لبعض. الله، ايه الحكايه؟ طب ما هي نفس الحكايه، مش هنا في سي اتش؟ طب انا اشيل السي اتش واحط مكانها ان. السي اتش هنا كانت ماسكه بثلاثه بوند اللي هي 1 2 3، والان هنا برضو ماسكه بثلاثه بوند اللي هي 1 2 3. طب لو حبيت احط مكانهم اس، طب ما انا ممكن اشيل السي واحط مكانها اس. ممكن قوي، بس ايه اللي هيحصل هنا؟ اس إيه؟ هنا كان الاس بتمسك باثنين بوند، يبقى انا لازم اعمل يعني اغير في اعمل ريدكشن هنا الكربونه دي، بدل ما كانت سي اتش تبقى سي اتش 2، ويبقى الثلاثه دول ايكويفالنت لبعض. بنفس الفكره الحلقات الخماسيه اللي انتم شايفينها دي، الكربونه ممكن اشيلها واحط مكانها ان اتش او اكسجين او سلفر، عشان كده سميناهم ايه؟ رينج ايكويفالنت. تعالوا نبص على الاكزامبلز، احنا درسناها اصلا مع بعض. طيب ايه رايكم الاستراكشر ده والاستراكشر ده؟ هم ايزوستير بالنسبه لبعضهم. عندنا الاو اتش هي نشيلها ونحط مكانها اس اتش. طيب ودواء تاني ده 6 ميركابتو بيورين لو تفتكروا، يعني كان حاجه شبه كده. طيب دواء تاني، فاكرين الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي احنا درسناه في سنه اولى؟ سوري سيوتيكال 1. وكان بنقول ان الاستايل كولين
ما بيقدرش يقعد في المعدة لأنه بيحصل له هيدروليزس بالمية. وكنا بنقول إن السبب في كده إن إحنا ممكن هي إن الإستر دي بتتكسر بسهولة، وإننا ممكن كنا نقدر نعمل أدوية شبيهة بالأسيتيلكولين وينفع تتاخد أورال عن طريق إن إحنا نعمل إلكترونيك ستابلايزيشن أو إستيريك ستابلايزيشن. ولما جينا اتكلمنا على الإلكترونيك ستابلايزيشن قلنا هنشيل السي اتش 3 ونحط مكانها الأيزوستير بتاعها اللي هو الـ إن اتش 2، فالمركب في الحالة دي يقدر يستخدم أورالي، وإن الاتنين دول المركب ده والمركب ده الاتنين يقدروا يمسكوا على ذا سيم ريسبتور ويدونا نفس الإفكت. بس هنا المركب ده عنده ميزة أكبر من المركب الأولاني اللي هو الأستيركولين، إنه ينفع يتاخد أورالي. طب لو جينا شفنا الاكزامبلز دي، عندنا ده البنتو باربيتال، مجرد ان احنا نشيل الاو ونحط مكانها الايزوستير بتاعها اللي هو السلفر يدينا سايوبنتال، فبدل ما كان عندي لونج اكتنج سيداتيفز بقى عندي الترا شورت سيداتيفز. فدي ميزه ثانيه، انا استخدمت الايزوستيرز علشان الديوريشن اوف اكشن، اغير الديوريشن اوف اكشن، لكن هما الاثنين بيمسكوا على نفس الريسبتور وبيدونا نفس الايفكت. اجي ابص على الاكزامبل اللي بعديه اللي هو النيكوتينامايد، ده كان بيستخدم للتي بي بس كان بور اكتيفيتي. طيب كنا نعمل ايه بقى في الحكايه دي؟ رحنا مستخدمين نحط مكانها الايزوستير اللي مكانها الناحيه الثانيه ده، فيدينا حاجه اسمها بايرازينامايد وده كان بوتنت انتي تي بي. النون كلاسيكال ايزوستيرز دول بقى لازم بيتحفظوا، ودول احنا متعودين عليهم في معظم الاحيان. ار اتومز اور group of atoms that do not follow the same rule as classical isosteres but can retain biological activity by mimicking certain properties of the functional group. In non-classical isosteres do not share all physicochemical properties، يعني مش متفقين في كل الخصائص الفيزيائية والكيميائية، ولكن هما نقدر نبدلهم مع بعضهم علشان نحصل على the same biological activity. فافكركم الهيدروكسيل جروب، فاكرين ما كنا بنتكلم على الادرينالين ديريفاتيفز وكنا عاوزين نعمل ادويه ليها لونجر ديوريشن اوف اكشن، فكان الكاتيكول اللي هو حاله البنزين كان بيبقى فيها 2 او اتش كان بتبقى بيحصل لها ميتابوليزم سريع بالكومت، فكنا بنتغلب على الحكايه دي ازاي؟ كنا بنشيل واحده من الاو اتشات ونحط مكانها سي اتش 2 او اتش، ويستل المركب بتاعي يفضل يقدر عنده القدره ان هو يمسك على الادرينرجيك ريسبتورز. نفس الحكاية الهيدروكسيد جروب ممكن نشيلها ونحط مكانها يوريا مويتي أو ميثايل سلفونامايد مويتي، يبقى الأو اتش أقدر أبدلها بالثلاث حاجات دول، والحاجة دي بتتحفظ أكثرهم شهرة هو طبعا السي اتش 2 أو اتش. طيب عاوزين نشوف الأمايد ليها أيزوستيرز؟ أه. طب ما إحنا ممكن نعمل حاجة اسمها ريفيرزد أمايد زي ما أنتم شايفين كده، أو إن أنا أستخدم الأيزوستير الثاني اللي هو كربوكسوليك أسيد اللي هي الإستر. طيب لو انت جيت بتفصصت الموضوع، هنا عباره عن سي او وهنا سي او، بس هنا سي او ماسكه في ان اتش وهنا سي او ماسكه في او. طب ما هي الاو اصلا ايزوستير للان، يبقى انا دلوقتي تقدر تبقى الموضوع بسيط جدا. طيب هنا الامايد برضو دي ممكن اشيلها واحط مكانها يوريا، اه ممكن اشيلها واحط مكانها سلفونامايد، بس اكتر اثنين شهره هو الريفيرزد امايد والاستر اللي انتم شايفينه اول اثنين. طيب الكربوكسيليت مويتي، كربوكسيليك اسيد مويتي، اقدر اشيلها واحط مكانها اسيدك اسيد مويتي ثانيه؟ اه. فاكرين التترازول؟ فاكرينه طبعا، صح؟ لما كنا بنشتغل في ادويه اللوزرتانز. طيب واقدر اشيل الكربوكسيليك اسيد مويتي واحط مكانها سلفونامايد، واقدر اشيلها واحط مكانها سلفونيت او فوسفيت، يبقى زي ما انتم شايفين كده. بس اكتر مثال احنا شفناه ودرسناه مع بعض ان احنا كنا شيلنا مره الكربوكسيليك وحطينا مكانها التترازول، وهنا المثال بتاع الامايد ده احنا درسناه مع بعض مره، شلنا الامايد دي في السوتيكال 1 و2 و3 وحطينا مكانها الريفيرزد امايد او حطينا مكانها الكربوكسيليك استر. طيب الهالوجينز اللي هو الفلور والكلور ممكن تبدلوهم بنون كلاسيكال ايزوستيرز، اه زي السيانو وزي التراي فلوروميسايل، واحنا في ادويه كتير جدا شفنا لما كان فيها الفلور، وخصوصا في ادويه الانتي فايرال افكركم كده
كنا في النان شوجر بارت، شلنا مره اليود او الفلور وحطينا مكانها التراي فلورو ميثايل. تعالوا نشوف على النيترو جروب. النيترو جروب ليها نان كلاسيكال ايزوستيرز، ليها نان كلاسيكال ايزوستيرز برضه سيانو جروب، خلي بالكم. ها طيب، و اكزامبل كده سريع، نيترو فينايل ممكن ريبليس بالرينج اللي انتم شايفينها السداسيه دي اللي فيها ان اللي هي البايريدين، وتدينا نفس الايفكت. اتمنى ان انتم ستدي ويل، ولو عاوزين اي حاجه هحط لكم، يا ريتكم تبعتوا لي على الايميل بتاعي اللي هو tamer.hifni@pharm.mti.edu.eg، او ان انا هحطه لكم في البرزنتيشن اللي جايه كامل، هو ووسائل اتصال اخرى ان شاء الله.